بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، على بركة الله بشكل مباشر. إذا أردت أن طفلك يصبح عبقري ونابغة من نوابغ هذا العصر، ما هوش الذكاء العادي اللي نتكلم عليه، لا، نابغة عبقري، يعني يصل في الآي كيو حتى إلى مستويات أينشتاين وابن سينا، يعني ذكاء لا يمكن تخيله، عليك مشاهدة هذه الحلقة إلى النهاية. إذا لاحظت شيء معين، هناك بعض الشعوب وبعض المناطق أطفالهم بتجد عندهم حد الذكاء لا يمكن تخيلها. مثلا نفترض فور اكزامبل كوكب اليابان، الآن أصبح يطلق عليه ليست فقط دولة اليابان إنما كوكب اليابان، لما فيه من أشياء غريبة عجيبة لا يمكن تخيلها ناتجة عن ذكاء هذا الشعب، وخصوصا الأطفال. يتميز طفل ياباني بأنه قد يكون أذكى طفل على مستوى العالم جنبا إلى جنب مع الطفل الصيني مع الطفل الألماني. إذا بتأتي أنت بتعمل دراسة بتجد هناك سر، بينما إذا بتقارنهم مثلا بالأطفال في المنطقة العربية أو حتى في أوروبا تجد أن هناك اختلاف كبير جدا في يعني حتى في الإدراك، في مستوى اللي هو التفاعل مثلا مع أي شيء، بتجد ردة فعل واستنتاج الأطفال اليابانيين أو الألمان تختلف جملة وتفصيلا عن اللي هو تعاطي أو ردة فعل الطفل في المنطقة العربية أو في مثلا الشرق الأوسط أو حتى في أوروبا، جنوب أوروبا وغيرها. بيرجع هذا الأمر إلى شيء واحد اللي هو غياب عنصر اليود. هذه حالة مرضية، غياب عنصر اليود بيعتبر هو السبب الأول والأخير لما يعرف به اللي هو ثقل الاستيعاب، اللي هو ما يعرف ما نعرفه نحن بالعامية بالغباء أو بالسذاجة أو بقلة الانتباه أو بالبلاهة، أو حتى على فكرة حتى عند الناس الكبار، لأن المطبخ الآن الشرقي أصبح يفتقر إلى عنصر اليود اللي هو يعني في الأكل. فبتجد الإنسان حتى في منطقة عربية حتى الكبار تحتاج أنك أنت تعود للموضوع لكي تشرح، تعوده 4-5 مرات لكي يفهم. هو موضوع بسيط جدا، ما هو يعني موضوع معقد في الكيمياء أو في الفيزياء أو في الرياضيات، بتتكلم الشخص 2-3 مرات لكي ينتبه، ما بيسمع، بتجده ماشي في عالم تاني. هذا كله راجع إلى اليود. اليود هو العنصر الوحيد اللي بيعتبر بنزين لخلايا الدماغ، تعتبر خلايا الدماغ بتعتمد عليه اعتماد رئيسي وأكيد لكي تشتغل ولكي تفتح الأفاق الخاصة بها. هناك شيء يسمى بالخلايا الرمادية. الخلايا الرمادية هذه عبارة عن نواقل عصبية في العادة ما بتشتغلش أو تحتاج إلى عنصر اليود بالإضافة إلى بعض العناصر الأخرى مثل السيلينيوم مثل فيتامين دي مثل الزنك لكي تشتغل بالشكل السليم. غالبا هي ما بتشتغلش في المنطقة العربية ولا في جنوب أوروبا. هناك بعض هذه بتشتغل إلا لما يكون لديك الكمية اللازمة من اليود. كمية اللازمة من اليود حسب منظمة الأمم المتحدة بتتكون من 150 مايكرو جرام إلى 250 مايكرو جرام، ما هوش ميلي جرام. ولكن إذا لاحظت أنت في الدول اللي هي مثلا اليابان، ألمانيا، الصين، بتجد أنهم بيعطوا النساء الحوامل مش القيمة هذه، بيعطوهم 12 أو 13.5 ميلي جرام يوميا من اليود. لذلك الطفل بيخرج اللي هو نابغة في الذكاء، الذكاء الخاص به بيعتبر يعني ذكاء غير عادي، بالإضافة أنهم بيأخذوا كميات كبيرة جدا المطعم الخاص بهم من كميات اليود. خلاصة الموضوع، الخلايا الرمادية لكي تشتغل، حتى على فكرة هناك بعض تجار المخدرات وغيرها اللي بيأتوا بالكوكايين المغشوش، لأن الكوكايين هي لماذا حتى التجار الكبار أو غيرها بيأخذوا الكوكايين، لأن بيشغلهم تلك الخلايا الرمادية لكي يعملوا مثل الصفقات وغيرها. فلما بيكون الكوكايين مغشوش فبيأتوا ببعض اليود بيخلطوه لكي يشغل الخلايا الرمادية وغيرها. المهم، فبعض الناس عارفة مثل هذه الأمور وبتستغلها في أمور ربما بتكون غير مثلا شرعية أو غير قانونية، ولكن لكي تعرف أنت أهمية هذا العنصر. عموما لكي أختصر الموضوع، بالنسبة لليود يجب على، لأن هناك على فكرة عملوا عليه حتى أبحاث، راهو مثل الدكتور جورج فليتشر أو ديفيد براونسي، عملوا أبحاث كبيرة للغاية أنهم أتوا بنساء أعطوهم اللي هي حرموا أطفالهم من اليود، أو يعني فترة الحمل ما أعطوهمش اليود وأتوا بمجموعة أخرى
أعطوهم اللي هي كمية 12.5 ميلي جرام من اليود، وقارنوا ذكاء الأطفال اللي من هنا وذكاء الأطفال اللي من هنا، فأصبح هناك فرق شاسع خيالي. فلذلك أي شخص يريد أنه أو لديه حتى أطفال توحد، لأن مرة في إحدى الحلقات نصحت بأخذ اللي هو لحم الغراب الزراعي. لماذا لحم الغراب الزراعي؟ لأنه بيحتوي على اليود. لذلك كثير جدا من الحالات اللي أخذت اللي هي لحم الغراب الزراعي وشفت من مرض التوحد بدون أي تفسير علمي، هو فقط لأنه بيوجد فيه اليود والسيلينيوم اللي هم بيكملوا هذاك الناقص في مسألة اللي هو الإدراك أو الوعي الإدراكي، سواء كان سمع أو نطق أو إدراك أو حركة. عموما أنا أنصح شخصيا، إما أنك أنت بتأتي به اللي هو اليود جاهز تشتريه من الإي باي أو الأمازون، اللي هو مقدار 5 ملي جرام، تأخذ هو نقطة، كل نقطة تساوي 6.5 ملي جرام، تأخذ نقطتين اللي هو يوميا المرأة الحامل. في بعض الحالات الأخرى، الحالات المرضية، سواء كان تليف اللي هو الألياف اللي بتكون في الصدر عند النساء، أو الألياف الرحمية، أو السرطانات، ممكن بنزيدوها إلى غاية 50 تحت إشراف طبي أو غيره، ولكن هو التاب سوف أشرحها في حلقة أخرى طبعا. ولكن أنا شخصيا اليوم آتي لكي أشرح كيف أنك أنت الشخص الطفل الخاص بك بيطلع عبقري. يجب أنك أنت إذا كان فترة الحمل بتعطيه اللي هو اليود، إذا حصلته جيد، إذا ما حصلتهش ممكن اللي هو بتأتي ب تأتي 100 ملي جرام من الماء مع 5 جرامات من كريستالات اليود، تباع مع 10 جرامات من أيودايد البوتاسيوم، بتخلطهم مع بعض، بتضل على مدة يومين ونصف تأتي بتخلطهم، يحتاج وقت طويل طبعا لي الحركة، بتحركهم، بعد ذلك بتفرغهم في اللي هي القطارة، وبتأخذ قطرة أو قطرتين اللي هو يوميا. أيضا النساء الحوامل ينصح من الأسبوع 13، وأنا جربتها شخصيا على ابنتي، أعطيتها طبعا في أثناء فترة الحمل، خذيت اللي هو فيتامين يسمى بالبريغنا بلس فيتال، اللي هو ألماني الصنع، صورته بتظهر من هنا، اللي هو عشبي، يعني أساسه عشبي، بيحتوي على اليود وعلى فيتامين دي وعلى الزنك وعلى السيلينيوم، لأن الثلاثة هذول يجب أنهم يشتغلوا مع بعض. هذا بيؤخذ اللي هو مرة واحدة، فاستطاعت أن هي تتحدث في عمر 8 أشهر، استطاعت أن هي تقرأ باللغتين العربي والإنجليزي في اللي هي عمر 2.5 سنين، يعني ذكاء غير عادي، يعني استيعاب لا يمكن تخيله. فاليود، اليود المصادر الخاصة به تجده في الأسماك، تجده في القرع العسلي، تجده في البيض المسلوق، البيض البلدي، بيضتين يوميا مع 2 من الياغورد يوميا للطفل، بتنهي موضوع احتياجه اليومي من اليود. مع الأسماك، مع اللي هي الأوميجا 3، مع يجب أنه هو الحليب الخاص به، أنك أنت تنتبه إذا كان مدعم بعنصر اليود، بالإضافة إلى ملح الطعام اللي بتشتريه، يجب أنه هو تتأكد أنه هو الملح مدعم باليود ويكون نوعية جيدة، لأن هناك بيكتبوا عليه مدعم باليود، ولكن بتكون هناك كميات قليلة أيضا من اليود. أيضا اللي هو الشعير، الخضروات بشكل عام، البطاطا أيضا مسلوقة على البخار، ما هيش اللي في طنجرة الضغط، تحتوي أيضا على 50% من الاحتياج اليومي من اليود. اليود يجب أنه يقترن راه بالسيلينيوم لكي يشتغل، ومع البوتاسيوم. ممكن تأخذ أيضا 5 أو 6 أو 7 تمرات من التين المجفف مع زيت الزيتون، بيقضي أيضا على مستوى اللي هو بيعطيك الحاجة اليومية على اليود والسيلينيوم وأيضا فيتامين دي. الموز أيضا بيحتوي على نسبة عالية جدا من نسبة اللي هو فيتامين دي والزنك والسيلينيوم واليود، وأيضا فيتامين بي، لأنه مهم للغاية لكي يشتغلوا الثلاثة مع بعض لكي تخرج بهذيك النتيجة اللي أنت بتحتاجها. لذلك بتجد أنت هناك بعض الناس تستغرب أنه هو عبقري، تستغرب أنه هو بتخطر عليه أشياء، بيتحرك، بيدرك بعض الأشياء. هناك أيضا كما أخبرتك هناك بعض أنواع الدراجز أو المخدرات لما تتخذها، هناك بعض الناس اللي هي بتغش وبتعرف كيف تغش، فبتلاحظ أنه هو بتشغل مخها بطريقة غير طبيعية. هذيك بيستخدموا بعض تلك المركبات اللي هي بتشغل النواقل العصبية أو ما تعرف بالخلايا الرمادية، فأنت خودها بالشكل السليم، أعطيها لطفلك بالشكل السليم. أنصح زي ما أخبرتك أن المرأة الحامل تأخذ لي 12.8 ملي جرام يوميا من اليود خلال فترة الحمل، وراح تلاحظ الذكاء الغير عادي مع الاهتمام بالأكل اللي بيكون فيه يود. كما أخبرتك ستجدني وضع لك أسفل هذا الفيديو مقالة كاملة على العناصر اللي بيكون فيها اليود. أيضا الحليب يجب أنه هو يكون مدعم باليود مع اللي هي الأسماك بشكل عام. سوف أضع حلقة كاملة عن اليود في الحلقة القادمة. الممكن هذا هو الموضوع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسى اليود، فيتامين بي، زنك، سيلينيوم، زنك السيلينيوم،
ايضا اللي هو الزنك والسيلينيوم فيتامين ب واليود. هذه هي عناصر الذكاء. السلام عليكم ورحمة